في اللغة الإسبانية النظارة تسمى جافاس، هي مشتقة من اسم هذا العالم القرطبي محمد بن أسلم الغافقي، أول من صنع النظارة، وهو طبيب عيون مشهور عاش في القرن الثاني عشر هنا في قرطبة، وقام بجراحة العيون ومداواة مرض الرمد وبياض العين وضعف النظر، استفادت منه أوروبا كثيرا. الغافقي طبيب وجراح العيون وما يسمى آنذاك كحال، صنع أول نظارة طبية انتشرت عند الكثير من الأندلسيين خاصة بين الطلبة، ونظارته الأصلية في مقتنيات متحف غرناطة. ترجم العالم الألماني مايرهوف للغافقي مؤلفه الشهير المرشد في الكحل، وهو أهم كتاب له، وينتقل فيه من تشريح العين وخصائصها وأمراضها وأمزجة أصحابها، كما تحدث عن أسباب ضعف النظر وأسباب العمى وبعض الأمراض وعلاجها كالرمد وبياض.